شمعة أخرى تنطفئ من جيل الثمانينات، فوز منصور مدافع المنتخب الوطني الجزائري في ذمة الله. عرفت مسيرته الكروية الكثير من الإنجازات، وأشهرها مشاركته مع المنتخب الجزائري في مونديالي 82 و86. بدأ منصور مسيرته الكروية في صفوف الناشئين بنادي نيم قبل تصعيده للفريق الأول، ليستمر في صفوفه بين عامي 1975 و1980، ولعب بعد ذلك موسما واحدا مع نادي FC بيزيه قبل الانتقال إلى مونبلييه ليقضي معه 3 مواسم متتالية. وبعد رحلة مع نادي ميلوز عاد المدافع الجزائري مجددا إلى مونبلييه لينهي مشواره الكروي بألوانه في موسم 1985 و1986. وفي تغريدة عبر تويتر أعلن نادي مونبلييه الفرنسي وفاة اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي منصوري عن عمر يناهز 66 عاما بعد معاناة مع المرض. وقال مونبلييه في بيان رسمي يوم الأربعاء أن رئيس النادي لوران نيكولين وطاقم الفريق يقدمون التعازي لعائلة الراحل فوزي منصوري. الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أيضا قدمت تعازيها الخالصة لعائلة الفقيد، مشيرة في منشور عبر موقعها على مسيرة اللاعب الكبيرة مع المنتخب الوطني الجزائري. كما قدمت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية تعازيها لعائلة اللاعب السابق في بيان حزين عبر موقعها الرسمي. فوزي منصوري المدافع برتبة محارب أوقف الألمان وعطل ماكينتهم وكتب مجدا طويلا على جدران الملاعب الأوروبية. ها هو اليوم يرحل عنا تاركا وراءه تاريخا كبير في تاريخ كرة القدم الجزائرية. إن لله وإنا إليه راجعون.